أحسن الله إليكم. أبو محمد تفضل. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل. مسك الله. أسأل الشيخ. تفضل. ألو، السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. نعم، أحبك بالله يا شيخ. حياكم الله. نعم، عندي زوجتي فيها سكر، والدكتور يقول لا تصوم. طبعا السنة اللي راحت وهذه صامتها والحمد لله، لكن نسأل هي تصوم ولا تقضي ولا وشلون؟ ما دام انها تستطيع الصيام فإنها تقضي السنة الفائتة والحمد لله، يكفي القضاء. نعم. نعم، تفضل تفضل. شيخي، إذا ما تستطيع ما تستطيع فيها سكر، متعبها شوي في الأيام الذي تستطيع فيها، ما تقول صامت رمضان هذه السنة، صارت تستطيع فتقضي ما عليها ولو متفرقا، ما هو لازم متتابع. نعم، أحسن الله إليكم. متفرقة. إيه نعم. شكرا للأخ أبو عبد الله.